زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة، يعني ربما دقائق قليلة جدا بتفصلنا عن معرفة كل طالب من طلاب الثانوية العامة بنتيجته، ونتيجته تكون ما بين ايديه. ومع يعني هذه النتيجة بتظهر معاها أسئلة كتيرة قوي، إزاي هنختار الكلية المناسبة لقدراتنا؟ هل المجموع اللي أنا جبته هيوديني كلية، الكلية دي هتكون هي يعني صاحبة اختيار سوق العمل أو صاحب العمل ليها بعد ما اتخرج؟ وقبل كل ده إزاي أختار الطريق اللي يعني هنجح فيه أو ابني هينجح فيه في تخطيط مستقبله تحديدا؟ أسئلة كتيرة قوي هيجاوبنا عنها بالتفصيل الدكتور سليم عبد الرحمن الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين واهلا بحضرتك وبصه البرنامج. ويعني انا بقول ومبروك مقدما لاولادنا يعني او اخواتنا، مبروك مقدما لكل ابنائنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في انحاء مصرنا الحبيبه، وربنا يوفقهم جميعا وان شاء الله بامر الله المستقبل افضل ليهم جميعا باذن الله. يا رب ان شاء الله. يعني دكتور كخبير تربوي، شايف اتجاهات سوق العمل في الفتره الحاليه ازاي؟ والله انا يعني انا عايز انبه لحاجه بس في الاول، يعني اني عايز اطمن ولادنا في الثانويه العامه. حكايه الفزع بتاعه المجاميع والفزع بتاع الكليات دي يمكن كادت ان تنتصر، يعني ان تندثر، ويمكن الفضل يرجع لدور الدوله ومجهوداتها في انشاء اكثر من جامعه اهليه في الفتره السابقه، يعني منها جامعة قناة السويس الأهلية وجامعة بورسعيد الأهلية وحلوان الأهلية وبنها الأهلية وبن سويف والمنيا والمنصورة وأسيوط، يعني جامعات كتير فتحت. حدث ولا حرج دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى عندنا 12 جامعة أهلية أو 12 جامعة جديدة، وجامعة الجلالة وجامعة الملك، ده غير الجامعات التكنولوجية. بالظبط، فالجامعات دي يمكن هتفتح أبواب كتيرة لقبول عدد من أبنائنا الطلاب لكي لا يكونوا عرضة لحاجات تانية. فأنا شايف ان انا عايز اطمن كل اولاد الطلاب اللي سامعيني وكل ابناء الطالبات اللي سامعيني وكل بنات الطالبات اللي سامعيني ان النجاح والسقوط والمجموع في الثانويه العامه ما عادش يمثل شبح او كارثه زي الاول، ان انا عندي عدد جامعات قليل يبقى انا مش هتقبلني الكليه دي، يبقى الجا للجامعات الخاصه بمصروفات زياده، والجامعات الخاصه تبتدي تعمل لي عمليه ابتزاز او مصروفات كتيره. فالدولة فعلا يعني ويمكن هنا يا دكتور فيما يخص المصروفات تحديدا، امبارح في صباح الخير يا مصر كان معنا المتحدث باسم وزارة التعليم العالي وتحدث على ان فكرة الجامعات الاهلية دي هي ميكس ما بين جامعة حكومية في تعاون مع الحكومة فيها، فالمصاريف بتاعتها بتغطي التكلفة فقط. يعني ما هي الجامعات الاهلية كلها عبارة عن يعني تأسيسها اصلا او دورها او الفكرة بتاعتها انها جامعات غير هادفه للربح، بمعنى ان صحيح. كل ما يتحصل منها من مصروفات للطلاب بيصرف على الجامعات وتطوير الجامعه او تطوير الكليه من الداخل. نعم. على عكس الجامعات الخاصه، الجامعات الخاصه ان مصروفات الطلاب منها جزء بيصرف على تطوير الجامعه وجزء استثماري. جزء استثماري، لكن الجامعات الاهليه هي جامعات غير هادفه للربح، بمعنى ان مصروفات الطالب كلها اللي بيدفعها بتصرف على تطوير الجامعه وتطوير معاملها وتطوير وتدريب اساتذتها وتطوير الطلاب داخل الجامعه. صحيح. فده دور كبير يعني قامت بيه الدوله، انا بشيد بيه وبشهد بيه، يمكن حللنا 80% من المشكله. زائد كمان هناك جامعات تكنولوجيه اخرى بدات تظهر في الاونه الاخيره، دي برضه حلت لي مشكله كبيره جدا جدا. بعض الكليات الحديثه او التخصصات الحديثه التي ظهرت في الاونه الاخيره خلت بعض الطلاب كلنا ما ننهلش او نروح لحته واحده وندور على حته واحده على اساس نقسم على بعضنا. بمناسبه التسابق بقى على كليه بعينها، زي ما احنا عارفين يمكن كان في فكر قديم ومتوارث، فكره ان انا علمي علوم يبقى اجري لازم اخش طب، ادخل صيدله، ادخل اسنان، علم رياضه لازم ولا بد من هندسه، في حين ان في نظم معلومات والكليات الخاصه بحاسبات المعلومات هي الاكثر دلوقتي اقبالا. يا فندم ده في كليه بذاتها اسمها كليه الذكاء الاصطناعي، انشئت يعني كليات الذكاء الاصطناعي. هنا سؤالي لحضرتك يا دكتور، ازاي اوجه ابني او بنتي للكليه المناسبه لقدراته مش لدرجاته؟ بالظبط، دي اول يعني دي اول نقطه، ان انا اشوف ابني هو عايز ايه، هل انا ابني عنده استعداد يواجه
مجتمع الطب ومجتمع الجراحه ومجتمع غيره وغيره وغيره، ولا هو ملوش ميول اصلا؟ ما هو ممكن يكون فكره تكنولوجي، ممكن يكون فكره مهني تقني. يعني احنا بنشوف اولادنا كتير في المرحله الثانويه يميلون الى المهن التقنيه، ليه انا اخده والوي فكره والوي دراعه على تخصص انا حبه وهو مش حبه؟ زائد هناك بعض المهن اللي ظهرت في الفتره الاخيره عمرنا ما كنا نسمع بيها، يعني النهارده في فوتوغرافر، فاشن ديزاينر، مش عارف، المهن دي كلها ما بقت تغزو السوق المصري. صحيح. وبقى ليها اصلا، يعني عايز اقول ايه، ليها طلب في السوق المصري، يعني ليها طلب في السوق المصري. فهي القصه كلها ان انا يعني انا ممكن ابني يكون بيحب التصوير من هو صغير، طب ما انا انمي عنده من هو التصوير وادخله حاجه تتناسب مع مهنه التصوير، وممكن فنون تطبيقيه شاطر جدا. عندك كليات الذكاء الاصطناعي دي، التخصص ده داخل في كل المجالات، داخل في كل المجالات الذكاء الاصطناعي النهارده في الطب والهندسه والاداره والمعلومات وغيره وغيره وغيره. دي يعني انا عايز اوجه نظر اولياء الامور ان انا لا احصر ابني فيما انا اهواه او احبه. ولو هو مهندس شاطر احسن من طبيب خايب، لو هو تقني وفني شاطر احسن من مهندس فاشل. رقم يعني مش فكره فاشل يا دكتور، هو ما فيش فشل، بس هيكون رقم، يعني قيمه مضافه لرقم سابق، روتيني موجود قاعد في مكتب ليس الا، لكن مش مبدع، مش شخص كرييتيف، مش شخص قادر اللي هو يطور ويثبت نفسه وذاته في المكان اللي هو موجود فيه. يعني هو لو بيحب المهنه هيفكر بره الصندوق فيها، يعني صحيح. هو لو بيحب مهنته هيفكر بره الصندوق، لكن هو لو واخد المهنه او مهنه كوظيفه انا بعمل اللي عليا وما عنديش استعداد انتج اي فكر جديد يفيد التخصص بتاعه ويفيد العمل. صحيح. يعني انا بقول ايه؟ بقول يا جماعه، حتى لما قلنا يعني، وده يمكن وزاره التربيه والتعليم ساعدت فيه بنسبه كبيره، لما لقينا المجموعات لاول سنه السنه اللي فاتت الطفره بتاعت 99 وال 101 من 100، يعني 101 من 100 بعد الامر. مظبوط. يعني كنا بنشوف ارقام خياليه كده يا دكتور. لا بجد الثانويه العامه، يعني انا بشكر برضه وزاره التربيه والتعليم انها قدرت تحول الطلاب من طالب قادر على الحفظ والتلقين الى طالب قادر على الفكر. انا ما يهمنيش انت جبت كام في الثانويه العامه، قد ما يهمني انك انت ده مجموعك الفعلي او ده مستواك الحقيقي اللي انا بقيس بيه قدراتك العقليه. صحيح. يعني ريت كمان يبقى في يا استاذ احمد في تنسيق بين 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 وزاره التعليم العالي ووزاره التربيه والتعليم في تنسيق لقبول الجامعات، يعني التنسيق لقبول الجامعات ان انا اعمل اختبار قدرات لكل طالب يهوى كل كليه. صحيح. بغض النظر عن مجموعه ايه. يعني يا رب كل اولياء الامور يكونوا بيسمعوا حضرتك دلوقتي ويوجهوا يعني اولادهم للاختيار السليم وفقا للقدرات وليس للمجموع. دكتور سليم عبد الرحمن الخبير التربوي واستاذ المناهج بجامعه حلوان، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معانا، ومره ثانيه نقول كل التوفيق والف مبروك للنتيجه مقدما، لان ايا ما كانت النتيجه والله 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 اللي فات يعني بالبلدي كده حماده، واللي جاي حماده تاني خالص، اختيارك هو اللي بيحدد مستقبلك. مبروك عليك، حياه جديده جايه انت اللي بتحدد فيها هتكون ايه وازاي، ونجاحك هو الفيصل في الاختيار المرحله اللي جايه.